أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني أهمية كبرى للقطاع التعاوني من خلال منح الدعم المالي والمواكبة التقنية، حيث استفاد ما مجموعه 28 تعاونية تنشط في عدة مجالات كالفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات ومحاربة الأمية من دعم مالي فاق 1,000,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هاد المشروعين اللي استافدوا في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهدف منهم هو تشجيع عند هاد التعاونيات والمساعدة ومساهمة في إنجاح العمل ديالهم من خلال تحسين دخل المنخرطات هاد التعاونيات وأيضا توفير فرص الشغل. وتسعى المبادرة الوطنية من خلال دعم التعاونيات إلى مساعدتها على تحسين دخل المنخرطات والمنخرطين وتوفير فرص الشغل والمساهمة في النسيج الاقتصادي المحلي. هم اللي دعمونا في الأول وعطونا الماتريال وهم اللي ورونا الطريق وخدمين الحمد لله. دابا طورنا في المشروع ديالنا الحمد لله، كنا في الأول بدينا غير في الحمد لله، دابا الحمد لله بخير. بالنسبة لنا احنا كتعاونية استفدنا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2022، وبالنسبة لهذا الدعم كان لنا كحافز قوي لاستمرارنا في المجال ديال العمل. ويعد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات مناسبة للوقوف على مجهودات ومنجزات المبادرة لا سيما في مرحلتها الثالثة.